صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. ابتدينا يا حلوين يوم جديد. كيفكم يا قشطة؟ شو أخباركم؟ هذا اليوم جديد وهو أول أيام الأسبوع بعد ما كنا بإجازة حلوة. كيفكم يا صيصاني؟ شو أخباركم؟ اشتقت لكم كتير كتير كتير. مين يقول لي إيش هو اليوم؟ أول أيام الأسبوع بإيش بنبدأ؟ أحسنتم كيجي، الأحد الموافق 6/12/2020. يا حلوين، اليوم عنا حصة كتير 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 حلوة. حصة إيش؟ مين بيعرف اليوم حصة إيش؟ برافو، حصة علوم. حصتنا العلوم اليوم كتير حلوة، بتحكي عن المغناطيس. خلينا نشوف شو يعني المغناطيس وشو هو وشو شكله وشو بيعمل بهذا الفيديو الصغير. احضر انا وياكم بعدين بنشرح شو يعني المغناطيس. استعدوا، فتحوا عينيكو ودنيكو. 1 2 3. كتير حلو هذا الفيديو، اسمعوا كتير منيح. شو عم بل هو مغناطيس. ها هو المغناطيس يا مس، ها هو شكل المغناطيس. له كتير أشكال، كتير كتير كتير، ومش شرط يكون ملون. مرات بيكون بلون واحد، مرات بيكون لون أزرق وأحمر، مرات بيكون أزرق، مرات بيكون أسود. له ألوان كتير وأشكال كتير. إذا حصتنا بتحكي عن المغناطيس، عن ايش بتحكي يا كيجي؟ عن المغناطيس. وحكى انه المغناطيس لا يجذب الا الحديد. يعني هاي اصبعي ما بلزق عليه. ايش بيجذب؟ احسنتم، مسمار. يجذب المسمار لانه مصنوع من الحديد. شو كمان اللي بنحط فيه الورق؟ المشابك. إذن يجذب المسمار ومشبك الورق. انظروا كيف لما بيجذب المسمار، شوفوا بسرعة بيجي بوب بلزق فيه. أرأيتم؟ هذا مغناطيس قوي لا يجذب إلا الحديد. شوفوا كيف البراغي، البراغي اللي بيعمل فيها الكراسي، شوفوا برضو المغناطيس يجذبها لأنها مصنوعة من الحديد. أيضا هو البرغي، أرأيتم كيجي؟ هذه الأشياء الذي يجذبها المغناطيس المصنوعة فقط من الحديد. انظري إلى أشكال المغناطيس يا كيجي. هذا شكل أول، وهذا شكل آخر للمغناطيس. انظروا من هنا يتم جذب الأشياء المصنوعة من الحديد. وأيضا هنا شكل آخر للمغناطيس، وأيضا يوجد شكل آخر للمغناطيس. انظروا، ها هو مغناطيس لونه أسود. شوفوا شوفوا
شفت؟ شفتوا كيف؟ ها؟ شفتوا؟ المغناطيس كمان، هذا مغناطيس بنلزق فيه الأشياء اللي على الحديد، المصنوع من الحديد. شفتوا يا مس؟ شو كمان؟ شوفوا كمان شكل المغناطيس، شو أفرجيكم كم شكل لإله. متذكرين بالبيلدينج لعبة التركيب بنركبها عن طريق المغناطيس؟ هاد مغناطيس، شوفوا شكله ولونه بيختلف، شايف له أشكال كتير. شوفوا ركبنا القطار عن طريق المغناطيس فقط، شوفوا بيمسكوا ببعض. خليني بس آخذ واحدة، شوفوا هيو، يعني لو شلتها هيو، هذه مغناطيس. شوفوا شوفوا شوفوا، هي بتحرك ايدي، انا ما بحرك ايدي، المغناطيس عم بيحاول يلزق في اللعبة. شفتوا كم شكل؟ هذا شكل للمغناطيس، وهذا شكل اخر للمغناطيس، وهذا ايضا شكل اخر للمغناطيس، وهذا شكل آخر، وهذا شكل آخر. أرأيتم أشكال المغناطيس كثيرة. خلينا نجرب تجربة ونشوف المغناطيس بيجذب الأشياء ولا لا. كيف؟ كتير انتبهوا هون يا مس. لحظة 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 قبل ما نشوفوا الأولاد الصغار، لأني مسكته غلبني. شفتوا؟ شوف عندي هنا مجموعة، انظروا جيدا أشوف الصحن أحسن عشان تشوفوا أحسن. انظروا، مجموعة من الأشياء المصنوعة من الحديد، مفتاح، كبسات للمكبس، برغي، ومشابك. انظروا إلى المغناطيس كيف سيجذبها. انظروا انظروا، أرأيتها؟ انظروا سنجذب أشياء أخرى. لقد جذب جميع ما في الصحن. أرأيتها؟ انظروا، أين هو المغناطيس؟ لقد اختفى مرة أخرى. يجذب فقط ما هو مصنوع من الحديد. هيا هيا مرة أخرى، انظروا جيدا. يوه، انتبهوا كتير على الصحن، وراح انا ابعد ايدي، ما راح اخلي المغناطيس قريب عشان تشوفوا انتوا كيف جذب. شوفوا شوفوا، انا ما قربته كتير. شوفوا، نجذب البرغ اللي وقع على الارض. هاي شوفوا شوفوا يا حلوين، يي كمان شوفوا شو جذب. شفتوا شفتوا شوفوا، لانه هون مغناطيس، فشوفوا شوفوا شوفوا كيف علقوا بين التنين. هوب هوب هوب، شايفين جذبت كل شيء مصنوع من الحديد موجود في الصحن. كمان تجربة فقط المصنوع من الحديد. انظروا هذه الصينية، شوفوا ما وقع. شوفوا ما وقع، ليه؟ لأن الصينية مصنوعة من الحديد. شوفوا، طب شوفوا كيف راح يجذب الأشياء. وقعت؟ لا. شوفوا المسمار، يه شوفوا البرغي، وقعوا؟ ما وقعوا. المغناطيس، شفتوا كيف المغناطيس لا يجذب إلا الشيء المصنوع من الحديد. انظروا مغناطيس آخر فقط. إذن المغناطيس هو معدن من الحديد يمتلك القدرة على جذب أي شيء مصنوع من الحديد. المغناطيس معدن يمتلك القدرة على جذب معدن مصنوع من الحديد. ما بده ال هو مش عاجبه غير المشابك.
مش عاجبه المفتاح بس أخده. شفتوا؟ بحط المشالك في إيدي وياخدهم من إيدي. هاي انظروا، أرأيتم؟ انظروا المفتاح، ها هو. أرأيتم؟ إذا المغناطيس لا يجذب إلا الشيء المصنوع من الحديد. انظروا، أي شيء مصنوع من الحديد يقوم بجذبه. أرأيتم؟ أرأيتم المغناطيس؟ طيب يا ناس، خلينا نشوف المغناطيس بيقدر يجذب الصحن. خلينا نشوف هاي الصحن. ما رضى. خلينا نشوف كمان مرة مغناطيس آخر. ما رضى. خلينا نشوف المغناطيس الآخر. ما رضى. شفتوا؟ طيب خلينا نشوف. شوفوا هذا مصنوع من الفلين. خلينا نشوف البلاستيك. ليه مش راضي يجذبهم؟ خلينا نشوف الخشب. يي ما عم بمسك. خلينا نشوف البلاستيك. ليه؟ طب انا بقولكم الفاين، الفاين. شوفوا الفاين. يي ما عم بجذب. ليه؟ لانه مش مصنوعين من الحديد. شيء معروف يا مس، الخشب، البلاستيك، الفلين، الورق، الفاين. ما بقدر المغناطيس يجذبهم. ليش يا مس؟ لانهم مش مصنوعين من الحديد. احنا قلنا المغناطيس فقط يجذب الاشياء المصنوعة من الحديد. انظروا، رأيتم؟ بعدين بسرعة بيلقطهم. هي شوف تجمعوا، ما بوقعوا ابدا. انظروا هاي كمان الكبسات. بوقعوا؟ لا. ليه؟ لانه مصنوعين من الحديد. شفتوا يا مس كيف المغناطيس بيجذب فقط الاشياء المصنوعه من الحديد، من الحديد. والمغناطيس يا مس احنا بنستفيد منه في الحياه، في المجالات الطبيه، في الاجهزه الكهربائيه مرات بتشوف مغناطيس، في محركات السياره كمان موجود مغناطيس، بالعابكم موجود مغناطيس يا مس. شفتوا يا مس قد ايه بنستفيد من المغناطيس؟ اذا يا مس المغناطيس هو معدن يمتلك القدره على جذب الاشياء المصنوعه من الحديد، ولا يجذب الزجاج ولا البلاستيك ولا الخشب، فقط يجذب الاشياء المصنوعه من الحديد. واحنا بنستفيد منه زي ما قلت لكم في المجالات الطبيه، بالاجهزه الكهربائيه، بالالعاب اللي قلنا. هيك يا حلوين، ان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم معلومه حلوه عن المغناطيس واشكاله، ولا يجذب الا الحديد. شفتوا؟ فقط الحديد. ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معي بالحصه. بشوفكم بحصه ثانيه. باي باي.